تكلم الجنيد رضوان الله تعالى عليه في حقه كلام كبير وجميل، فقد قال مولانا شيخ الطائف رضوان الله تعالى عليه: لا تنظروا إلى أبو بكر الشبلي بالعين التي ينظر بعضكم إلى بعض، فإنه عين من عيون الله رضوان الله تعالى عليه. أي لا تنظروا لأبي بكر الشبلي يعني باقي الناس أو عامة الناس.